اهلا وسهلا ومرحبا بكم مع فيديو جديد على قناتي مايا والميمون. مرحبا بكم. اليوم غادي ندير لكم واحد فيديو صغير وقصير، يعني دغيا دغيا غادي تاخذوا معايا واحد المعلومه فعلا تركه. شوفوا الطاجين كيفاش كيكون كحل وكيفاش كيكون عامر بالتلصاق وكيفاش كيولي مع سكره واحده فقط. ما تحتاجوا لا جيكس لا شيتا لا دفار لا تعصاب لا والو، ما تخليه مرقد ما حتى شي حاجه. انا واخا تخليه كاع، جربت نخليه مرقد الليل كله وفي الصباح ما كيبغيش يخرج منه داك التلصاق. حتى الجيكس ما كيقرش فيه وحتى الشيتا حتى هي ما كتقرش فيه. اليوم مع هاد الفكره الجديده ديال السكره وحده غادي تحك لك الطاجين ويكون ملصق، واخا يكون عنده طبقه قداش حنا هي غادي غير تدوزي فيه الماء، يعني باش ماشي تحكي فازك، يعني غير تدوزي فيه شويه ديال الماء وتشدي السكره وتشدي تحكمي الطاجين مزيان بيدك، حيت انا كنصور بيد وكنحك بيد، ولكن هادشي بغيت غير نوريكم كيفاش. شوفوا كيفاش كيخرج. عشان السكره يعني عندها واحد التاثير فيه على الاوساخ وعلى التلصاق اي بلاصه، يعني خصوصا الطاجين هكا كاع الطواجن ديروا لهم هاد الفكره وتفكروني. واللي ما عرف واللي ما خرجتش ليها تجي تشبع فيا معيار في لي كومونتير. المهم تحيه ليكم من في اي مدينه كنتو، وكيفاش دوزتوا العيد ياك؟ مزيان الحمد لله. نتمنى العيد الكبير يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، نشبعكم فيديوهات. شوفوا كيفاش كيخرج. انت سكره واحده فقط ومازال كاع ما كملتها. شوفوا كيخرج داك التلصق بوحدو كيتقلع، ها انت كيدوز فيه ساعه حتى ما تبقاي تعصب في راسك والضفار وتحكي وتخليه مرقد تما معيب لك الكوزينه تما محطوط. اللهم هكا تدي سكره تنشفي، حيت ما خصوش يكون الطاجين فيه الماء بزاف، غادوزي فيه الماء باش كيفسك شويه باش كيرطب. صافي ها انتما كتغسليه. شوفوا ها صافي دابا كدوزي فيه الخرقه العاديه اللي كنديروا بها الامعون، شفتي؟ صافي. ونتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. ما تنساوش لي جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ومع جميع النساء اللي كتعرفوا والاصدقاء ديالكم عائلاتكم باش يوصل ليهم هذه الفكره وتعم الفائده على الجميع باذن الله. نتمنى عواشركم تكون مباركه ان شاء الله. ولدي بلاتي سكت، خلينا نجمعوا الاموال بلاتي. اطون الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.